لأن طفولتي كانت قاسية جدا، فطلقني ورفض الاعتراف ببنته. لا عالم الفن ده أنا دخلته بالصدفة. احكي لنا عن خلافك مع تحية كاريوكا، وليه قالت عليكي خدامة؟ أنا ما بحبش لقب ملكة الإغراء ده. في مشاهير كتيرة كنا نفسنا نقابلهم، بس للأسف إحنا من الزمن ده وهم من زمن فات. رغم كده أنا جاي النهاردة أقول لكم اللي إحنا هنقابلهم، وهنتكلم كمان معاهم في برنامجكم لو كنت قابلتك. معاكم أمنية محمود. ضيفت النهاردة رغم جمالها وأنوثتها الطاغية إلا إنها كانت في صغرها ست مسترجلة تلبس لبس الولاد وتتعامل كولد. محدش فيكو هيصدق أنا بتكلم عن مين. أنا بتكلم عن مارلين مونرو الشرق، الفنانة هند رستم. أهلا بيك يا فنانة. أهلا بيك. إزاي ملكة الإغراء كانت مسترجلة؟ أنا ما بحبش لقب ملكة الإغراء ده، عشان اللقب ده حددني في دور واحد، وأنا عملت أعمال كتير ما فيهاش إغراء خالص وكانت عظيمة، زي شفيقة القبطية. ده أنا عملت أم حسن يوسف وهو أكبر مني بسنتين. ما فيش أي ممثلة في عصري ترضى تعمل دور أم لحد أكبر منها زي ما أنا عملت. اللقب ده ظلمني. لا وكمان لقبوا فاتن حمامة بسيدة الشاشة العربية، ولما هي تبقى سيدة الشاشة إحنا بقى الجواري ولا إيه؟ حضرتك من حقك تزعلي على لقب اتقال عليكي، بس ليه تزعلي على لقب اتقال على الفنانة فاتن حمامة؟ الفنانة فاتن حمامة تستحق اللقب ده، عملت أعمال كتيرة جدا وتستحق سيدة الشاشة العربية. فاتن حمامة شاطرة وجميلة، بس مش أنا لوحدي اللي زعلت على اللقب بتاعها ده، كل فنانات جيلي زعلوا وحسوا إنه تقليل منهم، خصوصا كمان إن الإعلامي وفيد فوزي هو اللي طلع علينا الألقاب دي. طب نرجع لسؤالنا تاني، ازاي بجمالك وانوثتك دي كانوا بيقولوا عليكي مسترجلة؟ المرحلة دي كانت في طفولتي، لان طفولتي كانت قاسية جدا. تمام. طب احكي لنا عن طفولتك. احكي لك من يوم ما اتولدت. انا اسمي الحقيقي نريمان حسين مراد رستم. اتولدت سنة 1929 في حي محرم بيه باسكندرية، وكنا من عيلة ارستقراطية. ابويا تركي مصري وهو كان من عيلة تركية، وامي كانت مصرية. بابا كان ضابط في الشرطة وكان قاسي جدا في التعامل معايا، وانفصل عن امي وانا طفلة واصر ان اعيش معاه، فشفت منه القسوة في التعامل. وكمان اتجوز مرات ابويا اللي كانت بتعاملني وحش جدا، وده اللي خلاني ابقى مسترجلة وكره اني اكون بنت ضعيفة. ولما عرفت جدتي المعاملة القاسية والصعبة اللي مرات ابويا بتعاملني بيها، اصرت ان اعيش معاها في جاردن سيتي، ودرست في مدرسة فرنسية، وهنا حسيت اني اخيرا هعيش ايام حلوة. وجدتي كانت بتعتني بيا لحد ما ماتت جدتي، والدنيا سودت تاني في وشي. بس اللي خفف الموضوع شوية ان امي كانت اتطلقت. ما انا امي اتجوزت هي كمان بعد ما اتطلقت من بابا، وانا لما لقيتها اتطلقت رحت اعيش معاها، لان اكيد مش هرجع تاني لعذاب مرات ابويا. ازاي دخلتي عالم الفن؟ لا عالم الفن ده انا دخلته بالصدفة. كنت رايحة مع صاحبتي لمكتب شركة الافلام المتحدة عشان تعمل اختبارات للتمثيل، لانهم كانوا عايزين وجوه جديدة في فيلم ازهار واشواق. وساعتها شافني المخرج حلمي رفلة واداني دور صغير في الفيلم واعجب بيا جدا. كنت فاكرة ان انتي اول ما اشتغلتي عملتي ادوار بطولة على طول. لا خالص، انا عملت كومبارس وكومبارس صامت كمان لكذا سنة. لو تفتكري اغنية اتمختاري وتميلي يا خيل. اعرف الاغنية دي. انا كنت من البنات اللي راكبين الحصانة جنب ليلى مراد. طيب يا فنانة اتجوزتي كم مرة؟ اتجوزت مرتين، اول مرة من المخرج حسن رضا وخلفت بنتي الوحيدة بسن، وتاني مرة من الدكتور محمد فياض. هل صحيح جوزك المخرج حسن رضا رفض ان هو يعترف ببنته؟ للأسف حصل كده. احنا كنا متجوزين في السر عشان مراته الاولى ما تعرفش، ولما عرف ان حامل طلب ان ننزل البيبي فرفضت، فطلقني ورفض الاعتراف ببنته. فرفعت عليه قضية عشان اثبت نسبها، وقعدت القضية 4 سنين في المحاكم عشان هو ما كانش بيحضر الجلسات، لحد ما صعبت على القاضي وحكم بنسب بنتي ليه. ورغم كده عمري ما قسيت بنتي على ابوها او اهل ابوها، وكانت علاقتها حلوة قوي بيهم. موقف عظيم جدا منك. طيب انا سمعت ان انت بتقولي ان الست من غير الراجل ما تساويش شيء، وان الست مكانها الطبيعي في بيتها. هل انت قلتي الكلام ده فعلا؟ قلت كده طبعا، ولسه بقول كده، ان الست من غير الراجل ما تسواش مليم. انا من الناس اللي بتؤمن جدا ان المكان الطبيعي للست هو بيتها، ان مش لازم تكون بتشتغل عشان تكون مثقفه، وهي قبل كل حاجه ام صالحه ربت ولادها. وانا ضد المتاجرة بمسألة ان عملها يحقق ذاتها. عارفة انا كنت مع جوزي زي امينة وسيد كده، ومبسوطة جدا معاه، وهو كان حد حنين ومحترم، وسبت شغلي واعتزلت عشان اتفرغ لحياتي الاسرية. هل ده السبب الوحيد لاعتزالك؟
لا، في سبب تاني، اني لقيت السينما ما بقتش زي الاول. كانت السينما على ايامنا راقيه، دلوقتي السينما اتغيرت. انا كنت مشاركه في 3 افلام ولقيت كل واحد بيجي في مواعيد التصوير بمزاجه. وقتها قررت الاعتزال وقلت لنفسي انا قمت بكل الادوار وقت كانت السينما فيه راقيه، واتعرض عليا بعدها افلام مع يوسف شاهين وكمال الشيخ ورفضتها. ايه هي الحاجه اللي هند رستم ندمت عليها؟ ندمت على اني ما قدمتش مسلسل تلفزيوني وهو عائله شلش اللي كان من انتاج صلاح ذو الفقار، ورفضته لاننا اختلفنا على الاجر. ليه اصلا ما عملتيش ولا مسلسل؟ لان سمعت ان تصويره مرهق جدا لانه بيتصور ب3 كاميرات، ولو حد غلط الممثلين بيعيدوا الحلقه من جديد، فكانت المساله صعبه زيها زي المسرح. هربت منهم هما الاثنين، بس اكيد دلوقتي الوضع اتغير وبقوا بيصوروا بكاميرا واحده. ليه الفنانه هند رستم مرضتش تاخد جوائز بعد اعتزالها؟ وليه مش بترضي تطلعي دور شرف في اي عمل؟ لما جم يدوني الجايزه اللي بتقولي عليها دي كان بقالي 20 سنه ما بعملش اعمال، لسه فاكرين دلوقتي يكرموني؟ وكمان لما يكرموا شاديه الاول يبقى يكرموني. وبالنسبه اللي انا اطلع دور شرف في مسلسل او فيلم، ده حاجه انا ما بحبهاش، رغم ان فنانين كتيره بيطلعوا دور شرف في مسلسلات، بس انا بحس انهم جايبيني عشان الناس يشوفوا شكلي لما كبرت. فعلا انا كبرت ودي سنه الحياه، وانا عمري ما كنت من الناس اللي بيعملوا عمليات التجميل عشان يصغروا نفسهم وعشان علامات الزمن ما تظهرش عليهم، لانهم بيعرضوا نفسهم للموت عشان جمهورهم. احكي لنا عن خلافك مع تحية كاريوكا، وليه قالت عليكي خدامة؟ كانت تحية متجوزة من عبد المنعم الخادم، وطلعت إشاعة إني على علاقة بيه، ومن غير حتى ما تتأكد اتصلت بيا في الوقت ده وشتمتني، فطبعا رديت الشتيمة اللي هي قالتها. بعد كده حد من أصدقائنا اتدخل في الموضوع وثبت لها إني بريئة ومفيش حاجة بيني وبين جوزها. ورغم كده فضلت حطاني في دماغها وخطفت مني ادوار كتير، ومجرد ما نشرت الصحف عن ان فريد الاطرش هيعمل فيلم معاها وفيلم معايا، صرحت تحيه في الصحف بان فريد ما بيحبش غير الخدمات. فطبعا فريد اتضايق جدا من تصريحها ده وطلب منها انها تكذبه، فرفضت ساعتها انها تكذبه، فاخد الفيلم اللي كان هيمثله معاها واداهولي، وانا مثلت الفيلمين مع فريد الاطرش. كان ليكي اخ استشهد في حرب اكتوبر، احكي لنا لما جالي خبر استشهاده كان ايه رد فعلك؟ حزنت جدا عليه، واكتر حاجه وجعتني شبابه اللي ضاع، لانه كان عمره 22 سنه، واللي قلل من حزني ان والدي رفض انه ياخد مكافاه او تعويض، وطلب ان يتسمى الشارع باسمه، وساعتها الشارع اتسمى باسمه اللي هو شارع الشهيد عادل رستم في الدقي. حضرتك مريضه قلب وعملتي قلب مفتوح، وبعتي انتيكات وتحف في بيتك علشان تروحي تعملي العمليه بره مصر، هل اتأثرت حالتك الصحيه لما مات جوزك الدكتور محمد فياض؟ خصوصا اني اسمع ان كان بينكم قصه حب كبيره واستمر جوازكم 50 سنه. طبعا حالتي الصحيه اتأثرت جدا، وقلبي تعبني وعملت عمليه تانيه في القلب، وكنت هموت لولا اللي هم لحقوني. انا من كتر حزني الشديد عليه مش قادره حتى اعيط، هو كان بيعاملني كاني طفله، بيلبيلي كل طلباتي، عمره ما رفض ليا طلب، انا حسيت ان انانيه عشان هو اللي سبقني، كنت اتمنى اموت انا الاول. ورغم كل الحب ده كان جوازنا جواز تقليدي جدا، عارفة انا كنت جايبة الفيلا اللي احنا عايشين فيها وكنت كاتباها باسمه عشان ما يتضايقش انه عايش في بيت مراته، وقبل ما يموت رجعها تاني باسمي، وبعد ما مات اهله طلبوني بالميراث، فديتهم نص الفيلا اللي احنا عايشين فيها رغم ان هي بتاعتي عشان يفضلوا يحبوا بنتي. وبنتي عارفة احنا اتعرفنا على بعض ازاي؟ ازاي؟ انا امي ماتت بالكانسر، وكنت من ساعه ما ماتت وانا عندي هوس ان المرض ده هيجيلي وهموت انا كمان زي امي، فقلت اروح اكشف، فروحت له وتعرفنا على بعض واتجوزنا، وعشت معاه احلى 50 سنه في حياتي، وربنا عوضني بيه عن حياتي الصعبه في طفولتي. وماتت الفنانه هند رستم بعد جوزها وحبيبها الدكتور محمد فياض بسنتين بس عام 2011. ادعوا لها بالرحمة، ولو لسه مكملين معايا لحد دلوقتي اكتبولي في الكومنتات تحبوا تقابلوا مين الحلقة الجاية. كانت معاكم أمنية محمود، السلام عليكم.